واحد الاخوة يعني متألم من انه وقع في جريمة الزنا مع احد النساء ويطلب هل له توبة وما هو جزاؤه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجة ابيه الذي حصل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم اذا وقع في المعصية يتوب الى الله عز وجل توبة صادقة توبة نصوحة ولا يبين ما وقع منه يستثني بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا من فعل بها ولا يتوب الى الله ويقلع والتوبة الصادقة النصوحة تجتمع على امور ثلاث الاول الندم على الماضي والثاني الاقلاع من السيئة وتركها خوفا من الله وتعظيما لله والثالث الا يعود يعزم الا يعود في المعصية اذا ترك المعصية وندم على مضى وعزم الا يعود صادقا تاب الله عنه سبحانه وتعالى حتى يكفر حتى من يكفر بالله عز وجل اما ان يبين هذا من المجاهرة ولا يجوز له يبين شيء بل الواجب ان يستثني بستر الله وأن لا يبين وقع من فيتوب إلى الله عز وجل أما إذا وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير مدى أن يقام عليه حد الله يجب أن يقام عليه حد كان زنا أو ضباط يجب أن يقام عليه حده كان بكرا الزنا إلا البناء يلدى ويغرب عام وإن كان قد تزوج يرجى من التجارة حتى يموت أما اللائق سواء كان بكرا أو سيبا من فعل الضباط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو مثله الحديث ما وجدته هنا من عمل قبل فقط فهي مفعولة من الله العظيم وما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصد وقف الفاعل نعم لا كان مقصوم هذا في حالة حال أخرى أما إذا كان متراجع قتل جميعا واحد الحديث ما وجدتموه يعمل عمل قبل فقط فهي مفعولة الحديث قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط هذا الشيخ ما فعل شيء فالواجب على من وقع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره بل يتوب الى الله توبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى فاذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى نسال الله السلامه والعافيه